السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه كريسب ده ممتاز لو انت بتحاول تسجل، بيشيل لك الضوضاء اللي حواليك بحيث ان انت تقدر تتحدث بدون اي مشاكل. لو عندك ميتنج على زوم او اي برنامج اخر بيبدأ يشيل لك الضوضاء بحيث ان انت تقدر تتكلم من غير ما يكون في ايكو او في شوشرة حواليك.